وينضم إلينا عبر الهاتف خطيب جامع الشيخ بمصراتة الشيخ عبد العزيز السويحلي. بداية شيخ عبد العزيز، لو تضعنا في صورة ما حدث اليوم لكم في جامع الشيخ في مدينة مصراتة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم، بارك الله فيكم على هذه المداخلة وعلى بيان ما يجري من أحداث يعني داخل بلدنا ليبيا الحبيبة. ما يجري باختصار وما جرى اليوم وحتى في الأيام المنصرمة السابقة، يعني هو عبارة عن رد من قبل الناس والأهالي ومن قبل رواد المسجد ومن قبل كل من يعلم سياسة الفتنة وكل من يعلم خبث القنوات الإعلامية التي لا تنفك تزرع بذور فتنة بين نسيج المدينة وبين الأهالي. ولكن عموما هي وقفة يعني ترد على من يتعود سياسة الاصطياد في الجو العكر، وهذا ما حصل معي أنا شخصيا يعني عندما تكلمت في إحدى خطب الجمعة عن نصرة الأقصى وعن كلامي حول اعتراف ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل، فتكلمت بحماسة وبقوة وبكلمة رادعة جدا ضد هذه الأنظمة الفاسدة المستبدة. ولكن طبعا كما تعلم سيدي الكريم الذين لا يريدون للبلاد خيرا وعلى رأسهم قنوات الكرامة ومن حذا حذوها عندما شنوا هذه الحملة الإعلامية أقولها يعني، وليس المقصود بها هو شخصي أنا يعني كعبد العزيز الزوحي أو كخطيب لجامع الشيخ، بل أنا على يقين بأن قصد هذه القنوات الخبيثة هو النيل من مدينة يعني لا زالت فيها لفحة الثورة ومحاولة خرق النسيج الاجتماعي في هذه المدينة في مدينة مصراتة وحتى في غيرها من المدن السائرة، وزرع بذور الفتنة بين أبناء المدينة الواحدة ومحاولة إطفاء أي صوت في هذه المدينة له علاقة بالثورة وله علاقة بنصرة الثورة وإنفاق تهمة الإرهاب بها، يعني محاولين قدر الإمكان بأن يكسبوا هذه الورقة الرادحة ضدها وحتى يكسبوها ويكسوها يعني ذريعة الإرهاب أمام العالم. يعني الكلام حقيقة يعني، وهذه الوقفة تبين وتعطي رسالة للعالم بأن يعني الذي يعتاد أخي الكريم منهج القتل وسفك الدماء فمؤكد أنهم سوف يعتبرون أن أي كلمة وكلمة إرهاب فقط يعني بالذات لا تعني إلا الدم، لأن معتادوا على يعني تسويق هذه الكلمة بالفعل وليس بالقول، فكلمة إرهاب عندهم هي الدم لأنهم اعتادوا عليه، فمن الطبيعي أنهم سيعتبرون هذه الكلمة لا تعني عندهم فقط إلا الدم وإلا سفك الدماء وإلا استباحة الحرمات. ولذلك سنوا هذه الحملة هنا. طيب لنقف هنا، يعني المنع بالتحديد كان لأنك في أحد الخطبات كان مضمون الخطبة هو الأقصى وأنك تحدثت عن موضوع الأقصى وترامب، ومن هذا المضمون يعني لهذا السبب تم منعك من إلقاء خطبة اليوم. يعني هو المنع حقيقة يعني اجتزئت كما هو معلوم من الخطبة، يعني حذفت أغلب الخطبة حذفت ولم يبقوا إلا على الكلمة التي يريدونها هم وسوقوها كما يشاءون، كلمة إرهاب يعني نظام السيسي والإمارات، فأخذوا هذه الكلمة وعملوا منها شنشنة كبيرة، فتم إيقاف يعني لأجل خروج هذه الكلمة، ولم يعني ينزلوا الخطبة كما هي ولم يضعوا معنى الإرهاب بأنه هو الانتفاضة وأنه هو الرد الرادع من الشعب ومن الناس والكلمة القوية والكلمة الصادمة ضد هذه الأنظمة المستبدة والمستبيحة لحرمات الشعب. ولكن كما تعلم وكما عرض على قنوات الكرامة وغيرها من القنوات التي تبث السموم أنهم سوقوها كما يشاءون، وبناء على هذا التسويق السيء الذي اعتادوه هم بالفعل والذي يعني قاموا به حربا ضروسا في ليبيا في درنا وفي بنغازي وفي طرابلس وفي غير من دول العالم، فهم حاولوا إلصاق هذه التهمة، وبناء على ذلك
نزل قرار الإيقاف، لا أدري يعني هل هو تلبية لرغبات تأتي من هنا أو من هناك، يعني الأمر هو الآن مطروح يعني وجلي، ولكن أنا أحيي حقيقة هذه الوقفة، وهي تعني وترسل إشارة ورسالة إلى أن هذه المدينة وكل مدينة سائرة لا تستطيع أي جهة أو أي قناة إعلامية أو أي يعني أي من كان أن يبعدها أو أن يزعزع من صفها بكلمة تخرج يريدونها هم بتسويقهم وبأرجيفهم وبأكاذيبهم. ولكن أقول أننا على الحق سائرون، وأننا نطالب الشعوب ونطالب يعني كل من يحمل في نفسه نخوة حول القدس أولا ومقدسات الإسلام، وأنه يحمي الشعب وأنه يثور لأجل ثورات الربيع العربي، أن يقول كلمة الحق يصلح بها في كل وقت وفي كل زمن. أما كونهم يؤولون الإرهاب وهو مصطلح صعب يعني بمعنى القتل وسفك الدماء، فليقولوا ما يشاءون، أن كلمة الإرهاب لا تعني القتل فقط، إنما تعني التخويف، تعني الثورة، تعني الانتفاضة، فهم أخذوها في الماء العكر الذي يتقنون فعله هم أصلا. نعم الشيخ عبد العزيز السواحلي خطيب جامع الشيخ بمصراتة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.